إذا كان في الفن زعماء، وإذا كان في التمثيل زعماء، وإذا كان في الخير والشر والحب زعماء، إذا كان في العشق زعماء، فإن كمال الشناوي هو الزعيم الذي يجمع في مسيرته الفنية كل هؤلاء. تخرج من كلية الفنون التشكيلية فشكل تحولا نوعيا في مجال الفن والتمثيل. خاض تجربة الغناء بنجاح ومارس ذلك في أحد الأفلام مع الفنانة صباح. وما يتسم به النجم كمال الشناوي طابع الأناقة والشياكة واللبقة التي برزت في كل مراحله الفنية، في البداية شابا وفي منتصف العمر رجلا وفي السن المتقدمة ظل محتفظا بشياكته وأناقته في القول والفعل حتى آخر لحظة. كان يعطل كل دور من أدواره، سواء الشريرة أو الخيرة، الرومانسية أو الكوميديا أو التراجيديا، طابعا مميزا يجعل من يشاهده يحب تلك الشخصية من أول وهلة ويتفاعل معها. إنه كمال الشناوي يتقمص الشخصية فيعطيها حقها وأحيانا أكثر من حقها. قدم أكثر من 200 فيلم تتنوع بين الكوميديا والبوليسية والأكشن والرومانسية والعاشق الولهان. في فيلم نساء الليل عاش تجربته الفنية كفنان ممثل وكفنان تشكيلي، فجمع بين الخيال والواقع، بين التمثيل والحقيقة. To learn all that's in it, I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it, I never back. إنه من مواليد 1921، لكنك عندما تشاهده حتى وهو في سن متقدمة تشعر أنه مرتب من حيث المظهر والشكل، وربما أكثر من الكثير من الأجيال الشبابية الحالية أو أبناء جيله في الماضي. لقد كان من أروع روائع الزمن الجميل. غنت له شادية أغنية ومما بعدنا عنه نسيانه أقوى منه، ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين. كون مع شادية أجمل ثنائي، قدم مجموعة متميزة من الأفلام، عاش كثير من قصص الحب والغرام، كانت أهمها قصة حبه مع شادية الذي تناقلتها وسائل الإعلام، والذي مثل معها أكثر من 32 فيلما، لكنه فاجأ الجميع بأن تزوج من شقيقتها عفاف شاكر لفترة قصيرة، ثم تزوج الراقصة هاجر حمدي، ثم انفصل عنها بعد أن أنجب منها ابنه محمد الشناوي الذي التحق في مسيرة الفن وأصبح مخرجا ملهم للأجيال، وقد حظي بحب الجماهير في الماضي والحاضر وربما في المستقبل. إنه ملتزم بالإتيكيت إلى أبعد الحدود، حافظ على أناقته ورصانته، وشكل علامة بارزة وتحولا نوعيا في السينما العربية، وحتى الآن لم يأتي من ممثلي الزمن الجديد من يملأ مكانه. فكمال الشناوي تميز بالكمال والجمال.
life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me.